نحن عم نحكي على الأشخاص اللي بياخدوا رواتب مرتفعة، الله يهنيكم ويسعدكم ويكفيكم طبعا شر عيوننا. بس ليه مش سعداء؟ بس ليه مالكم سعداء؟ هذا السؤال بس عم نطرحه. يعني تخيلوا لدرجة أنه أنا وإلي أول مرة منتفق. لا يعني فعليا أول مرة أنا ويا صلح وأحباب وصحاب. بس يعني بصراحة يعني أنتوا صدمتونا، أنتوا فلشتونا بهالدراسة. هلأ أنا عم فكر فيها. هي هات لنشوف. أقولك لما يرتفع الراتب بتعلى حرارته للجسم، بصير عنده صداع الواحد، بتزيد نفقاته، بتزيد نفق طبعا. يا عمي هلا ما دخل اللي اصحاب ده. الرواتب المرتفعه بلا يا إلي، هات لك ليه اصحاب الرواتب المرتفعه يعني رح يجيبوا افخم سيارات، رح يسكنوا باحسن بيوت. لحظه، هي اذا عطل فيها شيء راتبك خطوه وخطوه. اي هات نشوف. هات ليش بده يجيبوا احلى سيارات؟ لانه راتبهم مرتفع. لا ليه؟ ليرفعوا حالهم يكونوا مبسوطين. طبعا لكن هيدا مليون بالمئه يجيبوا احلى بيوت لحتى يرفعوا حالهم يكونوا مبسوطين، بيعملوا احلى عشاء لحتى ينبسطوا لحتى يكونوا سعداء، بيسافروا لحتى يشموا الهواء ويكونوا. ليه مالكم سعداء؟ طمنوني، ليه مالكم سعداء؟ الله يكفيكم شر عيني.